السلام عليكم خوتي وخواتاتي، نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال يا رب. اليوم اخواتاتي غنشارك معكم هذا الطبق ديالي ديال الحوت الرئيسي والروز. ما عليكم غير تابعوني خوتي وخواتاتي عالم ام صفا، طريقه سهله وبسيطه البنات تدفي في هذا البرد. وبسم الله على بركه الله ندلو الطريقه كيفاش غنحضرها. تنشكر خوتي وخواتاتي اللي دعموني ودخلوا لقناتي وخلوا لي لايك وكومونتير، شكرا لكم بزاف قدام وجداد. الله يجازيكم بخير، خليوا البصيمه وركوا على وركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالي. وتنشكركم بزاف القدام وجداد دار داركم. بسم الله على بركه الله ندخلوا الطريقه كيفاش غنحط، راه غيعجبكم هذا الحوت وحتى الروز غيعجبكم البنات وغتشكروني عليه. طريقه زوينه وسهله وبسيطه وغتوجدوه بسرعه ان شاء الله. صافي هنا البنات غنشارك معكم الطريقه ديال الحوت ان شاء الله عالم ام صفا، طريقته زوينه البنات. المهم هانتوما هذا الموس هذا ديال البطاطا راه زوين تيحيد لينا القشر بسهوله. المهم انا حيدت ليهم القشره باش نختصر باش ما يجيش الفيديو طويل. صافي بحال هكا بهذا الموس هذا البنات ديال البطاطا راه زوين تيحيد القشره بسهوله، تحطوهم في لابابو وتحيدوا القشره. اه صافي غنحيد لهم هاد الودينات هادو ما نخليهمش بحال هكا. بلاصه ملي شريتو غاسلينو همايا، هاد الستر هذا محليتوش انا، هما اللي حالينو انتم شفتو. انا غادي غير نغسلو مزيان بالحامض والملح، نعصر عليه الحامض وندير الملح ونغسلو مزيان في البانيو. وهذا سوف نحيدو هذا حتى هو بحال هكا بشويه البنات راه فيه الشوك هانتوما هانتوما. كنبقى غادي مع الظهر بحال هكا بهذا الموس تاع المنشار ولا موس حاد مزيان. وكنحيد ليهم هاد الجنيبات ديال الظهر باش ملي نكونو ناكلو تيجينا ساهل. هادا هي شتو البنات بحال هكا ساهله. المهم غنكمل الحوتات ديالي ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله. صافي البنات بعد ما غسلتهم غسلتهم مزيان، حنا العائلة المغربيات تنشكر من هذا المنبر حاد قالت تبارك الله كلشي يعرف يغسل الحوت. غسلتهم البنات مزيان بالحامض والملح، شللتهم مزيان، عاودت عصرت على نص حامضه اللي باقي ونص حامضه غسلتهم به وفلحتهم هاد الفليحات ها هما ونقيتهم مزيان البنات. ها نتوما شوفوا تبارك الله. صافي وغادي البنات نجيب الطاوه ديالتي، ساهل هاد الحوت طريقه. انا كنت نسكن في ايطاليا غنعطيكم الطريقه ديال ايطاليا، جربوها البنات وغتشكروني عليها تدي غزاله البنات. علاش ما نجربوش الوصفات ديالهم؟ انا اختكم مغربيه ونحط لكم وصفه ديال ايطاليا وزوينه البنات، تيجي بحال مشوي بحال بخر بدون فاخر. والله الا بحال شويتو على الفاخر ومزيان حتى الناس الريجيم ومزيان حتى الناس اللي ما دايرينش الريجيم، المهم زوين. صافي هنا البنات تندير شويه الزيت، ندير شويه الزيت بحال هكايا هاديك مخواتش ليا معليش مبقاوش نتسناو دقيقة. صافي هنا في الكاغط فرشت الكاغط باش يرد عليه الصهد ويجي مبخر وزوين. صافي هنا البنات انا هاد الفصوص ديال التوم كنحلهم بحال هكا وتنديرهم هنا في الجوف ديالو لداخل تعطي واحد النكهة زوينة. انا منحيدش ليهم هادي اللي بغيتو تحيدوها حيدوها. المهم هانتوما البنات هنا التومه فين تنديرها وكندير لهم هاد الطريقه ومن السمين باليازير. المهم هانتوما تشوفوا الطريقه اللي درت هانتوما معايا تشوفوا كلشي. هانتوما هاد التومه فين تنديرها بحال هكا. هاد الحوت زوين البنات زوين ياكلوه حتى الوليدات يجي غزال هانتوما على هاد الطريقه. والبسباس راه ما عنديش البنات، كون عندي بسباس ترشوا لهم بزاف د البسباس. غير عطيتكم فكره باش ديروا معاه البسباس راه تيجي زوين. هانتوما هاد اليازر تعطي واحد النسمه زوينه، زيت الحامض راه عارفين تيتباشى مع الحوت. تديروا البسباس بحال هكا هما تيديروا ليه وجربت هي البنات وعجبتني. هنا انا عندي غير هاد الوحده اللي بقات
معليش غير بغيت نعطيكم فكره باش ديروا البسباس معاه. المهم ودرت البنات درت الملح بلا ما نزيد الملح، فران شعلاه دايره 300 ديال الحراره وديره وشعلت الفوق والتحت البنات صافي. ندير بحال هكا سهله يا البنات وما تاخذش منكم الوقت. اي لا غزاله نجيب لكم غير الوصفات البسيطه. صافي وغندخلو ندخل الطاوه ديال الفران شعل عليه العافيه الفوق والتحت وندوزو نوجدو الوصفه اللي غنرافقو معاه. وهانتو معايا البنات الوصفه الثانيه البنات اللي غنرافقو مع الحوت ديالي. غن ان شاء الله هاد نص بصله وغنغسل جوج كيسان تاع الروز البنات وغن نخلط بعدا كيما البصله هي الاولى ونديرها مع شويه زيت العود وشويه الابزار والملح رقيقه يا البنات. الورقه تجي زوينه البنات وتدفي في نفس الوقت حتى تدفي الجسم. صافي غنرقق الفلفله حتى هيايا. صافي هنا البنات هي الفلفله دائما عندي في الفريغو خاصناها حتى لما خرجت ولا ما تقديتش ولا المهم عندي في الدار. حتى هي غنرققها شكل البصله رقيقه بزاف. شارك معكم الغدا ديالي البنات اللي صحي وزوين وساهل وطريقته زوينه بزاف. هي تكون رقيقه ما نتمنى عندكم الروبوت حنا كلشي في الروبوت يكون رقيق من الاحسن. ديروا الفلافل على اللوان حتى هي تجي زوينه الفلافل باللوان. صافي بحال هاد الطريقه. صافي هنا البنات بعد ما شلطت البصله والفلافل عارفين ان البنات دائما زيت الزيتون. زيت الزيتون زوينه درت جهد 4 المعالق ديال زيت الزيتون وغندير الملح البنات الملح على حسب الذوق. عندكم حتى ضامه ديال الكنور ديال الخضر ديروها حتى هي زوينه. صافي غندير شويه الابزار مزروبه للغدا هذاك الشيء اللي شنخدم بيدي. ها نتوما شويه الابزار درتو بيدي. صافي غنديرهم يتشحروا وانا غنغسل الروز حتى هويا. ها هو البنات من الروز راه كلشي عارف حتى الروز غنغسلوه 4 مرات حتى 3 مرات حتى يحيدو منو شتو. ها نتوما جوج كيسان كبار ديال العلبة ها نتوما البنات شتو ونعكوه مزيان على هذا الشكل ونخليوه في الماء حتى نقربو نبغيو نديروه في مع هذاك الحشوه ديالتنا ملي تشحر ونسقطوه مزيان من الماء ونلوحوه حتى هو نشحروه. المهم انتما غتشوفوا كلشي طريقه حتى هي زوينه البنات. والله الا هذا الروز انا تيعجبني تيجي بحال شكل الطايله تيجي مفرز وزوين. صافي هنا البنات انتما شوفوا كيف تلبس الروز تولي زوين. انتم هي المقله ما تكونش لصقه البنات تكون المقله طيفه تكون نوعيه جيده وتكون ثقيله شويه. راه تيجي على شكل بايله قلت لكم تيجي زوين والماء هو طايب البنات. صافي تنقلد غير بشويه ما تنزيدش الماء كامل في الخطر. شوفوا كيفاش كيجي شنو فيه والو البنات. هذيك الفليفله حمراء ديروا فليفله خضراء ديروا ولكن تكون رقيقه ارق من هذه كاع. حيت انا هذه الفلفله عندي رقيقه بزاف. صافي تديرها مع البطاطا مش مع البطاطا. صافي أكلة رائعة وسخونة في هاد البرد وزوينة مع الحوت. وغندير شوية الشرمولة الشرمولة راه كلشي عارف يديرها. ندير شوية البطاطا فريت وهانتوما البنات معايا إن شاء الله حتى يطيب هاد الشي ديالي ويوجد. وهانتوما معايا ما عليكم غش تخليو ليا تعليق زوين ولا لايك وكومنتار وكون دايزو الكلام وقولوا ليا كيفاش جاتكم هاد الطريقة وجربوها البنات حلا ضمانتي إن شاء الله غتشكروني عليها. طريقة زوينة قلت لكم حتى هاد الروز غندير لكم حتى لي ثاني بالفواكه ديال البحر حتى هو تيجي زوين. المهم صافي البنات بلا ما نطول عليكم غندير ليها الغطايه ديالها نغطيها ومني يشرب
يشرب مزيان، يبان لي راه شرب مزيان، عاد نزيد ثاني كويس تاع الماء طهي بحال هكاك، حتى يطيب لي الروج ديالي ويوجد لي. وها نتوما غتشوف صافي هنا البنات، ها نتوما الطريقه ديالو، شوف كيولي تولي بحال هكا صافي. هنايا البنات ها هو عندي الماء في الشمس ديالي، تندير لي بحال هكا باش ما يجيناش جاري. علاش هاد الطريقه قلت لكم تبقاو تذوب شويه بشويه باش يجي ناشف ويجي فارك ويجي زوين. قدموا على شكل شلاضه يجي زوين. صافي هنا البنات هي تحرات ليا البصله والفلفله، غنزيد الروج حتى هويا. تيجي ملبس وتيجي زوين والله الا جربوا الطريقه البنات، جربوها زوينه. صافي الماء طايب البنات، باش نبقى نزيد كل مره شويه 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 حتى يطيب لي الروج ديالي، ما نغلبش عليه الماء. نتوما غتشوفوا الطريقه بشويه بشويه حتى يطيب لي الروج ديالي ويجي ملبس ويجي زوين ويجي طايب. غنكسر الكاميرا. هانتوما هنا البنات صافي، دابا خصو ينشف بحال هكا باش يجي بحال شكل بايله، تيجي زوين البنات بحال بخر. جربوا هاد الطريقه راه زوينه البنات. غادي نحطها لكم، انا حطيتها لكم دابا معها في الوصفه ديال الحوت، الى راه زوينه البنات غير تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر. صافي راه غنطفي عليه ونخليه. صافي هنا البنات ها هو الحوت ديالي طاب، تيجي على هذا الشكل. انتما ما شاء الله البنات منكم تجربوا الطريقه راه زوينه البنات، شوفوا تبارك الله كيفاش يجي، تيجي طيب وزوينه البنات، تيجي بحال مشوي تيجي غزال. صافي انا غنجيب بلاطو فاش غنقدم هذا البلاطو ديال الغير ديال البلاستيك، فرشت لي ورق الزبده ودرت الخص. وهنا البنات ما غنحطش الحوت ديريكت على الخص، يجينا بارد غنديرها الطبسيل باش يعطينا غير الديكور. هادكم صغار منه ديروا صغار منه، زيد انا غنحط غير جوج حوتات غنحيد هذا، غندير غير هذا الصغير على حسب مولطا ما كاينش وبنتي ما كايناش، غنخلي لهم حوت وغنحط غير جوج. صافي غندير هذا كلاصوص الزبيفات حتى هو. ها نتوما البنات تبارك الله ما شاء الله تيجي زوين هاد الطريقه ديال هاد الحوت، شوفوا كي طيب. ها نتوما ما شاء الله بسباس، ديروا البسباس البنات مع الحوت راه تيتماشى معاه بزاف. صافي هنا تقديم ساهل وبسيط. لاصوص البنات راه قلت لكم كما قلت لكم كلشي عارف يدير لاصوص. ها نتوما وداك الروز ديال رائع. والروز اللي زوين البنات ما شاء الله تيجي غزال. ها نتوما غندير واحد المعلقه خبعد عليكم الكاميرا البنات. هانتوما الديكور كنديرو ف بغيتو ديرو حتى في طبايسلاف ديرو في طبايسلاف، عاد قدموه هنايا من الاحسن. عارفي دابا الحال بارد الخص يبرد لينا الماكله، قلبو جلافه في طبايسيل وعاد حطوه هنايا على هذا الشكل من الطريقه هذه. ها هو التفصيل شتو، وغنجيب سلافه بحال هذا الشكل غنحيد البنات مع الزيت تتملص انتم على هذا الشكل، ونديروه هنا في القنيته بحال هكا. ها هي ديكور بسيط زوين البنات، فكره نتمنى من الله تعجبكم. شويه البطاطا فريت البنات هذه جاهزه، هذه شريتها بحال هكا جاهزه من الحانوت، هادشي تاهي مقرمشه وزوينه، وانتوما الاختيار ليكم زينوا باش بغيتو. عطيتكم انا هاد الفكره راه تجي زوينه. هذايا بنتي المتقرقيب، هانتوما البنات ما شاء الله بلاطو تيجي غزال البنات.
تيجي رائع ما شاء الله. معاجنا الخبز هو حدايا، ما عليكم غير تشجعوني يا البنات، تشجعوا عالم ام صفاء، شجعوني البنات وخليوا لي تعليق زوين ولي لايك البنات، مهم للقناه الفيديو باش يطلع. ولا عجبتكم الوصفه خليوا لي باش نبقى نشارك معكم هذه الوصفات اللي زوينين ورائعين. انا ما درت غير لاصوص والروز والبطاطا والحوت صافي هنا البنات، هادشي اللي اكتفيت به. وبالسلامه عليكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وديما مع الجديد، وشكرا لكم بزاف.